يقول لك من سقى كلبا دخل الجنة. طب وإيش مع الناس اللي أنا عشرتهم؟ اللهم الفردوس الأعلى يا ولد صب للناس اللي أنا عشرتهم. لايكي والله ما يقهرني إلا يدزل لي رسالة قال إن لم ترسل لعشر أشخاص ستغرق بالأحزان. رقد يا على أساس أني قاعد أسبح بالسعادة سباحة قرقان واصل الحلقي طامس لعيوني بديون وبالأحزان. لايكي الدكاترة يقولون السهر مضرب الصحة، والحكماء والشعار يقولون من طلب العلا سهر الليالي، وكل واحد يسوقها على الثاني. والله ما أدري ننام ولا نسهر، اعطونا جواب السؤال هذا يا لايكي. بعد التحاليل والفحوصات طلع فيني نقص فيتامين فيه فلوس. الدكتور قال لي خذ 3 رزمات قبل الأكل وأربع رزمات بعد الأكل وإن شاء الله وضعك يصير توب. ما بك شيء الحمد لله، ادعوا لي بالسلامة. لايكي يا جماعة والله حرف التاء حلو جدا جدا، اسمعوا. تاكل، تشرب، تنام، تضحك، تسافر، تتجوز، تلعب، تطير، تمزح، تشتغل. عفوا عفوا لايكي. الحرمة الأجنبية إذا تريد شيء من زوجها تقول له بليز بليز مرتين يوافق عنه. الله يخليك، الله يوفقك، الله يرزقك، الله يدخلك الجنة، الله يرحم والديك. وبالأخير يجاوب شو يقول؟ قلت لا يعني لا. لا الله يسخطك إن شاء الله. لايكي